بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا. يا الله يا ربنا أنت ما قصودنا رضاك مظلومنا دنيانا وأخرانا. يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيب يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا يا عافي يا
بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا، كفر عنا سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على أصحابنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا من المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما علوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال
حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه.